قائمة ليبيا، قائمة ليبيا و طبعا أبرز المحترفين اللي موجودين والمجموعة اللي موجودة في ليبيا برضو عشان الجمهور المصري يتعرف عليهم. قائمة ليبيا قدامنا اللي تم الإعلان عنها 27 اسم، هم كل المعتصم الوحيد المحترف في أوروبا لعيب واحد بس. شوف الفرق ما بين قائمة مصر وما بين قائمة ليبيا. المحترف الوحيد اسمه المعتصم المصراتي بيلعب في سبورتنج براجا البرتغالي. اوكي. المحترفين خارج ليبيا بقى من ال 27 سبعه بس. احمد الاتريبي في كازما الكويتي، محمد صوله في الصفاقسي، سنوسي الهادي في العرب الكويتي، مؤيد الله في الوداد المغربي، حمد الهوني في الترجي التونسي، محمد الجورني في الصفاقسي، المعتصم المصراتي براجا البرتغالي. مين الانديه الاكثر استدعاء؟ سته من اهلي طرابلس وسته من الاتحاد الليبي، يعني الانديه الليبيه بالذات اهلي طرابلس والاتحاد الليبي. طبعا المدرب الاسباني معاهم خافير كليمنتي 71 سنه، هو عودته فرقت معاهم كتير. ليه؟ لان هو المدرب الوحيد في تاريخ ليبيا اللي حقق معاهم بطوله كاس افريقيا للمحليين عام 2014 لما خدوها على حساب غانا بركلات ترجيح. خافير كليمنتي ده اداهم مدرب تكتيكيا عالي جدا على المستوى الدفاعي وتطبيق الهجمات المرتده والكرات الثابته. الحاجه الثانيه فرق مع ليبيا عودتهم للعب على ملعبهم. الحاجه الثالثه المعسكرات الممتازه اللي بتتعمل احسن من المعسكرات بصراحه، يعني في الفتره الاخيره منتخب مصر عمل معسكر ممتاز، ولكن هم دايما بيعملوا حتى لسه عاملين معسكر في انطاليا في تركيا وجم على مصر بدري، هم جم وصلوا النهارده فاستعداداتهم جيده جدا. طبعا لانه حلم بالنسبه لهم. طب الحاجه اللي بعد كده برضو في صعوبه الماتش زي ما حلم يعني طبعًا بالنسبه لهم عوده او المكسب في اول ماتشين مشت معاهم، انت بتكسب الجابون وبعدين ايه ده انت كنت خسران الجابون وبعدين رجعت في كام باك بعد كده كسبت، وبالتالي يعني مهم جدا ومباراه بالتاكيد هتكون صعبه يعني. طب الاختلاف في التشكيل ما بين مباراه الجابون وانجولا في ليبيا؟ الاختلاف في التشكيل في لعيب واحد بس اللي هو عمرو الخوجه هو اللي دخل، هو دايما بيلعب 4 3 3 او 4 1 4 1، عمر الخوجه بس التغيير، لكن التشكيل ثابت مش هيغير كتير، واعتقد ان هو نفس التشكيل اللي لعب بيه لما نتكلم على الشاشه هتلاقي نفس التشكيل بالظبط. طيب قبل ما نروح على الشاشه كريم عايزك برضو تقول لي على المعدل العام للاعمار في منتخب ليبيا. هو طبعا لما بنتكلم الفرقه اعتقد بنتكلم معدل اعمارهم من 28 29 سنه، الفرقه برضو يعني لحد ما ممكن نقول فيها خبرات كتيره، وطبعا مهم جدا يعني اهم اتنين لعيبه عندهم حمد الهوني ومؤيد اللافي، ده احنا بنتكلم والاتنين جناحات يعني الاتنين بصراحه مهمين جدا. طبعا دي ارقام المعدل العام التحليلي لمنتخب ليبيا، الاستحواذ 77% للتمريرات 73%. يعني انا هتفق مع احمد بصراحه في كلمه قالها وبس مش عايزين ناخدها كعنوان، ولكن امانه الفريق فنيا ضعيف، الفريق ما بنتكلمش على فرقه مخيفه، يعني المفروض اصل المجموعه دي كانت تمشي منافسه ما بين مصر والجابون، اقل من المتوسط مصر والجابون اكتر من مصر وليبيا، ولكن ليبيا الفكره هم فعلا عوده كليمنتي، وان كمان كليمنتي راجل واقعي بيلعب على قد امكانيات فريق. وخليني يا كابتن اسلام اقول لك بس شويه ارقام بقى بسيطه من ماتش انجولا الاخير اللي كسبوه هناك في الواندا 1-0. الاستحواذ 73% لانجولا 27% لليبيا، ده في المباراه كلها. طيب تسديدات على المرمى انجولا 13 تسديده على المرمى، ليبيا 4 تسديدات فقط جابوا منها هدف. الركنيات 9 لانجولا، ركنيه واحده بس لليبيا. الاكس جي او معدل الاهداف المتوقعه لكل فريق في المباراه 1.5 لانجولا 0.5 لليبيا. طيب ماتش الجابون اللي اتفرجوا عليه في الجوله الاولى السيناريو كان ماشي ازاي؟ وان سايد جيم للجابون لمده 40 دقيقه، وان سايد جيم جابوا هدف التقدم وضيعوا 3 انفرادات، دي طبعا الاحصائيه بتاعت ماتش انجولا وليبيا. المنتخب الليبي جاب هدف التعادل قدام الجابون في الدقيقه 46 43 مش الاول. فضل الشوط الثاني سجال ما بين المباراه الاولى كانت في ليبيا في ليبيا جابوا هدف الفوز في الدقيقه 93، هدفهم في انجولا في لواندا في الدقيقه 43. فبنتكلم على فريق بيسيب الاستحواذ تماما والكوره تماما للمنافس طوال الشوط، ويجي في اخر 3 4 دقائق لما الاداء بتاعك بيهبط هو بيقعد مركز في الدفاع، بيدافع يقعد يزهقك، اول ما يلاحظ ان انت بدات يعني ترتاح هوب بيخطف الهدف بتاعه. فبالتالي بنتكلم على فرقه بتلعب بستايل معين، ستايل يناسب يعني كليمنتي فعلا مدير فني واقعي للغايه. فبالتالي احنا محتاجين بقى نتعامل مع الامر ده وجهه نظري بدون اختراعات،
انك لازم تلعب الكوره الطبيعيه، ولازم تلعب كوره بدون زهق، لازم تلعب كمان اللعيبه اللي بتلعب كوره كتير وانك ما تزهقش وانك تمرر الكوره كتير. مثلا ببساطه هو في وجهه نظري مباراه شبيهه بمباراه النادي الاهلي مع طلائع الجيش. صح. اللي احنا قلناه بالظبط. هو هنشوف نفس السيناريو. فرقه واقفه ورا بتدافع كويس جدا 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 وعندها اثنين جناحات اللافي على اليمين وحمد الهوني على الشمال، والاثنين بيعملوا دور البلاي ميكر. بيخشوا على طول العمق، طبعا شفنا حمد الهوني كتير قوي مع ترجي في الحته دي. فالمباراه الامانه كتحليل اداء والامور دي سهله جدا، سهله اي حد يشوفها، بس الفكره هتتعامل ازاي واختياراتك وازاي فعلا تعد لعيبتك لمنافس بالشكل ده.